لسه معانا اخبار كتيره النهارده وحاجات هنتعرف عليها على مدار حلقتنا ان شاء الله، لكن نروح نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا نبدا جولتنا النهارده بصحيفه ماركا الاسبانيه اللي اكيد ركزت على فوز ريال مدريد على لايبزيج بنتيجه 2-0 وتالق فالفيردي، وكتبت الطائر الصغير يزهر أجنحة. كمان تحدثت عن إشبيليا، تعادل إشبيليا مع كوبنهاجن، وكتبت إشبيليا بيعقد وضعه. لسه في أسبانيا مع جريدة سبورت الأسبانية ركزت على فريق برشلونة وقميص الفريق للموسم المقبل، وكتبت برشلونة يلعب بالأبيض وجافي يمد التعاقد ل 2026. كمان الصحيفة تحدثت عن غرفة خلع الملابس الخاصة بنادي برشلونة وكواليسها، وكتبت لعبنا كما نريد لكن ونقطة. الجريدة وصفت كمان فوز ريال مدريد على لايبزيج بفوز المعاناة، وتعادل إشبيليا وكوبنهاجن بأن إشبيليا يبقى بدون هدف. نروح لإنجلترا وصحيفة ميرور الإنجليزية اللي طبعا ركزت على فوز السيتي على دورتموند، وكتبت هالاند الطائر وسالزبورغ منحت تشيلسي لسعات. نروح لفرنسا، جريدة الكيب الفرنسية اللي اهتمت بفوز باريس سان جيرمان وطبعا تألق نيمار وميسي وامبابي ووصفتهم بالصحراء الثلاثة. في إيطاليا اهتمت جريدة لاجازيتا دي سبورت الإيطالية بهزيمة يوفنتوس أمام بنفيكا 2-1، وكمان فوز الميلان على زغرب 3-1، ونابولي على رينجرز 3-0، وكتبت يوفنتوس 0 ميلان إلى الانطلاق، وعن نابولي كتبت سنذهب لسانسيرو لتأكيد نجاحتنا الجديدة. دي كانت الصحف معانا النهاردة في المحترف. هنروح لفاصل سريع جدا جدا ونستقبل ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي محسن لملوم، نتكلم على الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.